السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في بلاصه جديده معكم ستيريو. حنايا دابا في الدوار تسكين شرفق كما كتشوفوا، يلا جاي من لاك مرواني. دابا ان شاء الله غادي التيم غادي للمغارات وين تيم دوين. اللي بغى يعرف التراجي كيفاش وصلنا لاك مرواني وكيفاش توصل الدوار، كلشي كاين في الفيديو اللي قبل ديال لاك مرواني. ها هو غتشوفوا هذا. المهم حنا دابا دوزنا ليله تمايا في لاك مرواني، دابا ان شاء الله غنمشيو للمغارف ونتم دوين. تابعونا. كما كتشوفوا حنا وصلنا ل وين تم دوين. مغارة هادي كاين طونو علاش بزاف شكل جهة الطريق صافي كتبقى طلع جوج كولون، مكانش غير جوج كولون أخرى باش داخل الحمد لله. المهم هادي هي المغارة من الداخل، ما عنديش الضوء كافي ولكن كيبان ليا كاين تمايا الماء، كاين ضايع كبيرة ديال الماء. يعني كيفاش واش وصلت تمايا؟ شوف تمايا كاين الماء، هذا هو الباب. حنا باقيين في وين تيم دوين، اكبر مغارة في شمال افريقيا. دابا كنكتشف المكان المنطقة الطريق في كدي. انا جيت من اللي شوف واش غتعطينا. تغدينا الحمد لله، تغدينا واو. هذاك دوار تيسكين شرفق هو هذاك كيبان من الفوق. واو ولسا بالنسبة لهاد البلاصة اللي بغا يجي لها بالطوموبيل مزيان. كاين بلاصة، كاين طريق ديال الطوموبيل، كاين باركينغ. دابا هنايا كاينين بزاف العائلات جايين لعائلتهم مخدامين كولجي ولا شيبا، المهم رايحين دوزين النهار ديالهم ضاحكين ناشطين فرحين طيبو غداهم. كيدوزو النهار عومو كتعنزلين لابس الصندالة. هو اللي بغا يشوف الفيديو اللي قبل الفيديو ديال لاك مرواني كيفاش وصلنا ليها القى ليا تحت. يا رب يا رب يا رب.
صباح الخير عليكم. حنايا دابا نازلين من وين تمدوين اللي هي لهي فوق الحال ديالنا سهلات هنا. دابا ان شاء الله شادي الريحه لمدينه اكادير، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم. الى عجبوه كليكي لايك سبسكرايب الى بغا، ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد في بلاصه جديده بإذن الله. معكم ستيريو، بيس.